مباشرة إلى زميلنا حفيظ جعبوب اللي عودكم هكذا في كل حلقة أن يكون في واحد من المواقع التي تشهد فعالية، سواء كانت ثقافية، فنية، أدبية، تاريخية، تراثية، إيش ما كانت. اليوم عنده أكيد فعالية جديدة قاعد يغطي لنا إياها، وعين الثالثة الموجودة في ذلك المكان ليطلعكم على هذه الفعالية اللي طبعا مقامة في دار الأوبرا السلطانية مسقط. راح نتعرف عليها عن قرب من خلاله. مساء الخير يا حفيظ. مساء النور عايدة، وارحب فيك وارحب كل متابعينا الأحبة وين ما كانوا يتابعونا من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة في أمسية اليوم من برنامج من عمان. إطلالتنا اليوم من هنا من أوبرا جاليريا بدار الأوبرا السلطانية. قبل دقائق من الآن تم افتتاح معرض يحمل عنوان انعكاسات موسيقية للمصور الخاص بدار الأوبرا السلطانية خالد بن سعود البوسعيدي، وأيضا كان تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأيضا بحضور بعض أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بالحراك التشكيلي والضوئي والفنانين أيضا من مختلف الأفكار الأدبية وغيرها. مشاركة جميلة لهذا الفنان معي صاحب السمو قبل قليل، هو من أشرف لرعاية هذا الحفل. مساك الله بالخير والنور. مساك الله بالنور. يا هلا فيك صاحب سمو. 45 لوحة تجسد 45 عام من المسيرة، لوحات أيضا توثق فعالية وأنشطة دار الأوبرا السلطانية. إلى أي مدى أنتم حبيتوا تنطلقوا بالفكرة الأولى لإقامة المعرض الأول الخاص بدار الأوبرا السلطانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يشرفنا أن يكون عندنا مواهب عمانية مثل خالد البوسعيدي، ويشرفنا أكثر أنه هو معنا في دار الأوبرا السلطانية مسقط. اليوم الأخ خالد من خلال هذا المعرض حب أن يعمل جسر بين التصوير الفني وبين الفنون التي تعرض في دار الأوبرا السلطانية مسقط، ووفق يعني في هذا الشيء. واليوم أيضا مثل ما تفضلت في 45 لوحة، 45 صورة تنعكس العروض التي كانت لدينا في الموسم الماضي، وأيضا رقم 45 تهدف إلى العيد الوطني 45 المجيد الجاي قريب إن شاء الله. هو هذا المعرض فرصة لكل من ليس كان لديه الفرصة، أو اللي كان عنده الفرصة أن يشاهد بعض العروض، أن يشوف التنوع اللي لدينا في دار الأوبرا السلطانية مسقط، من الباليه ومن الأوبرا ومن العروض العربية للعروض الجاز يعني. فأعتقد هو أيضا وفق في هذا الشيء، وإن شاء الله احنا دائما نريد نعمل هذه المبادرات لكي نوري جميع ما الذي يعرض هنا عنا في دار الأوبرا السلطانية مسقط. أيضا من خلال فعالياتكم المستمرة اللي تقدموها سواء للضيوف من خارج السلطنة وضيوف أيضا المقيمين في بعض الاحتفائيات، جميل شاهدنا بعض اللوحات اللي توثق أيضا مسيرة دار الأوبرا منذ انطلاقتها في تتويج المشهد الثقافي اللي يضم ويحتضن دار الأوبرا السلطانية، واهتمامكم اليوم أيضا بالصورة اللي توثق. نحن مهم جدا نوثق كل العروض اللي ندعنا. طبعا مثل ما قلت سابقا يعني نحن دائما نهتم بكل النوع من العروض، وأيضا بالعروض العمانية، الفرقة السلطانية العمانية، ونهتم بالأعياد الوطنية مثل يوم الورقة والعيد الوطني، ونحاول دائما نحتفل يعني بهذه المناسبات من خلال الدار. فهي دار ثقافة، إنه واحد ممكن يكتسب كثير من المعلومات والبيانات لما يأتي إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط. ودائما نطلب من الجميع أن يأتوا إلى دار لكي يروا إيش البرامج والفعاليات، وفي نفس الوقت واحد يتعلم الكثير منها، خاصة بالحركة التصويرية. فاليوم نحن رأينا أيضا فن التصوير، والأخ خالد البوسعيدي شرحنا بعض الأشياء التقنية كيف يتم أخذ الصورة وبالطريقة المعينة. وهذا المصور بالأمس والمصور اليوم مع وسائل التقنية الحديثة وانتشار الصورة، وأصبحت ربما الصورة هي أبلغ وأفصح من الحديث. هو بلا شك التقنيات اليوم تساعد كثير، ولكن في نفس الوقت تأخذ جهد كبير. فلما المصور يأخذ صورة ما لازم يذهب إلى العمل ماله أو إلى بيته ويبدأ أنه يعدل في الصورة. هذه العملية التعديل تأخذ وقت وجهد كبير، ويبغى لها رؤية يعني. وفعل فهذه يعني صح أنه في تقنيات ساعدنا، ولكن هي يحتاج نوع من الخبرة. لكن اليوم نحن نفتخر أنه كثير من العمانيين يعني بدأوا عندهم هذه الموهبة التصوير، والحين بدأ يعرضوا هذه الصور خارج السلطنة.
فصاروا نوع من السفرة إلى سلطنة عمان، لأنهم جالسين يوروا إيش التراث، إيش الثقافة، إيش اللي موجود في السلطنة يعني. فنحن نفتخر بهم وندعمهم، ودائما نطلب منهم المزيد. الشكر لك، يعطيك العافية. شكرا، بارك الله فيك، نالي توفيق على وقتك. أحسنت، في أمان الله. شكرا، يعطيك العافية. إذن كان معنا صاحب سمو السيد كامل بن فهد السعيد، مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، كان راعي هذه المناسبة لهذا المعرض، انعكاسات موسيقية. نعم. يحمل عنوان جميل ويضم 45 لوحة. أكيد راح تكون لي وقفة قادمة بمشيئة الله مع المصور، ونقترب من هذه اللوحات اللي يحتضنها وتحتضنها أوبرا جاليري. لك الكلمة عايدة. شكرا يا حفيظ، الله يعطيك العافية. إذن لنا رجعة إليك بعد قليل إن شاء الله في الدقائق القادمة من عمر حلقة الليلة من برنامجنا، وهذا المعرض الجميل انعكاسات موسيقية للمصور الفوتوغرافي خالد البوسعيدي، واللي افتتح مثل ما عرفنا قبل قليل. راح نعرف لحد متى هو مستمر، وإذا كان بالإمكانكم أيضا تشاهدون هذه الإبداعات الفوتوغرافية الموسيقية من خلال زيارتكم لهذا المعرض، من خلال طبعا متابعتكم لوقفتنا القادمة مع حفيظ. إذن حياكم الله مشاهدينا. إذن عودة مباشرة إلى زميلنا حفيظ جعبوب، واللي عرفنا بداية الحلقة أنه متواجد في الأوبرا جاليريا لطبعا تغطية افتتاح معرض انعكاسات موسيقية للمصور الفوتوغرافي خالد البوسعيدي. ومرة ثانية أرحب بك يا حفيظ. وأرحب فيك عايدة مرة أخرى، بكل من يتابعنا خلال هذه الثواني وانضم لمتابعة برنامج من عمان، بالتحديد في هذا المعرض بأوبرا جاليريا بدار الأوبرا السلطانية، انعكاسات موسيقية. خالد بن سعود البوسعيدي حب أن يكون اسم هذا المعرض يحمل هذا العنوان، امزج بين الصورة وبين الموسيقى. معي في هذه اللحظات خالد بن سعود البوسعيدي، المصور الخاص بدار الأوبرا السلطانية وصاحب هذا المعرض انعكاسات الموسيقية. سر تسمية هذا العنوان؟ والله سر تسمية هذا العنوان انعكاسات موسيقية، أولا انعكاسات الصورة هي عبارة عن انعكاس لما تراه العين في الواقع، ما نشاهده من أحداث أمامنا من مشاهد مختلفة. كون أن هذه الصور اللي هي تحتضنها دار الأوبرا السلطانية مسقط متعلقة أيضا بالموسيقى، فربطنا الاسمين مع بعض فصار انعكاسات موسيقية. فهذا الاسم يدلك على الموسيقى ويدلك على الصورة نفسها بالوقت نفسه يعني. 45 لوحة وفيها أيضا احتفاء قادم لعمر هذه النهضة المباركة، هل هذا العدد تقصد فيه شيء معين؟ بالطبع احنا ما ننسى الاهتمام الكبير من جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه في الموسيقى وفنون الأوبرا والمسرح بشكل خاص. طبعا جاء اختيار الصور على يتم 45 صورة بناء على المناسبة القادمة، بناء على المناسبة القادمة للعيد الوطني 45. فطالما هناك أيضا اهتمام كبير من عند جلالة السلطان في هذا الجانب، دائما نحبذ أن 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 أن, أن أن نرقى بما تقدمه دار الأوبرا السلطانية لجمهورها العزيز في الرقي بهذه العروض الفنية المختلفة العالمية والموسيقى العمانية والعربية كذلك. خالد، ربما أنت تملك صور حصرية وخاصة وحقوق طبع محفوظة بالنسبة لدار الأوبرا السلطانية من خلال تصويرك الخاص للأعمال التي تقدم هنا داخل الأوبرا السلطانية، هل هي فقط اللوحات والأعمال هذه هي أعمال توثيقية للأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا السلطانية، أم هناك أبعد من ذلك من خلال الصورة اللي أنت أيضا مختص في هذا الكلام وأكاديمي أيضا ودرست مجال التصوير؟ نعم، نحن طبعا بطبيعة الحال نحاول دائما أن نوثق تاريخ دار الأوبرا السلطانية مسقط في تقديمها لهذه العروض. طبعا هذه العروض إذا ما تم توثيقها بعدسات التصوير ما بيكون لها تاريخ، لكن لو وثقناها بعدسات التصوير وصار في صور فنية وصور مختلفة تعكس قيمة هذه العروض، بالتالي يكون هناك تاريخ لهذه الدار. فنحاول دائما نسعى أن يكون هذا الدار موثق بهذه العروض الفنية
بالتصوير بكل ما نشاهده أمامنا من فعاليات مختلفة، لأن بعض الفعاليات تكون عادة عالمية وحصرية لدار الأوبرا السلطانية مسقط، فدائما نحرص على الاهتمام. مثل ما يقولوا نظرة العين أو عين الفنان تختلف عن الإنسان الطبيعي في تكوينك للصورة، هل خرجت بشيء جديد في تكوين هذه الصورة؟ وهل هي صورة توثيقية فقط أم هناك إضافات حاولت تضيفها من تقنيات معينة لإظهار جمالية الصورة؟ طبعا كل صورة لها دلالة أو قصة معينة. بطبيعة الحال لو فرضا جينا لمسرحية الأوبرا نلاحظ أنها فيها أكثر من قصة، فاتخاذك لصورة أو صورتين معينات من هذه القصة دائما يوحي للجمهور أو المتلقي بأنه في قصة معينة خلف هذه الصورة، سواء كانت أوبرا أو سواء كانت باليه أو حتى أيضا موسيقى عمانية أو عالمية، فهذا الشيء يعكس القصة التي تدور خلف هذا الموضوع نفسه. نعم. كل الشكر لك خالد. الله يخليكم، شكرا جزيلا على هذا. كان معنا خالد بن سعود البوسعيد المصور الخاص بدار الأوبرا السلطانية. أيضا نلتقل للزميلة والمصورة الضوئية هيا بنت حمد البوسعيدي، في يوم من الأيام كانت ثاني أصغر مصورة في العالم وأيضا فنانة الفياب العالمي. رحب فيك، واليوم أنت موجودة في هذا المعرض، ماذا يمثل لك هذه المشاركة لمصور وما هي الفائدة ممكن تضيف لك أنت لرصيدك؟ معرض انعكاسات موسيقية، طبعا معرض عكس ما تحمله دار الأوبرا السلطانية، وفي الجانب الآخر عرضت ما يعكسه اهتمام صاحب الجلالة السلطان قابوس السعيد المعظم بالموسيقى.